مصرف عليه دابا العواشر وهم الله قال عليهم الله بقاش ما كيعقلش عليهم عمرو حن عليهم عمرو صرف عليهم عمرو عطا. السلام عليكم. شوفي هنا الوسط سلام. انا مخرجني خويا راجلي بجوج بنيات مع عمرو صرف عليهم مخرجني حامله بهم عمرو صرف عليهم عمرو عطاني شي حاجه. حاليا كنبركها مع اختي ما عنديش حتى ناخذ لهم حتى طروط الحليب كنقيل بهم في الروضه وكنجي في ما كنجي للمقاطعات نقول لهم انا محتاجه من اولى وما كيعطيونيش كنجيب فوتوكوبي دابا جايبه فوتوكوبي لا كارت ما بغاش يشدوا من عندي القيد. المشكل ديال الاول المشكل ديالي خلاني الراجل بجوج بنيات حامله بهم عمرو صرف عليهم عمرو عطاني شي حاجه تزوج عندي القاط عندي مزوجه لا دابا دفعت الطلاق دابا عامين عندهم عامين 3 شهور عمرو صرف عليهم عمرو عطاهم شي حاجه واش مطلقين دابا دافع على الطلاق باقي ما طلق يعني عامين هو خارج من الدار عامين و3 شهور وانا باركه مع اختي واش خدام هو ما كان كيدير سيكوريتي انا مابقيتش شفته باعوا الدار مابقيتش شفته فين بلاصه هادشي في المشروع وكيسكن في المشروع ديالك ديال هذا ديال حي المحمدي عراويه ايوا دابا عامين هو مكيصرفش عليهم ما كيعطيهمش كنقيلها مره كنبريكولي مره كل مره شنو كندير وما عنديش والله العظيم جوج بنيات انتما كتشوفوا في الحياه والو كنجي للمقاطعه وما كيعطيونيش وكنوقف وكنتلقى القايد ونمشي عند المقدم ما كيعطينيش تيقول لي لا كارت ما عندكش على حساب انا عندي لك الموضوع لا كاين هي العلاقه ديالك مع العائله ديال راجل العائله ديال راجل ما كيشوفوش فيا اختي وفي الواحد كندوز من حدا ما كيعطينيش ما كيجيوش عند البنيات السبب في هادشي ديالك امو السبب هي امو علاش امو قالت لي الا هذيك ما تكونش معايا وما تجيش عندي ودابا ما كيصرفوا ما بيني وبينهم جوج صناقي وما تيصرفوش لا انا كنت كنجي عند اختي شاريه تحت منهم وجا تعرفتي وجا ما كان حتى انا بنت اس ما كنكونش انا عندي توام جوج من هادي لا هذيك بنت زوجتي بيه شحال باش دابا مزوجه بيه الوقت اللي تزوجتي تفرقت شحال ديال الوقت الوقت اللي دابا فرقه مع عامين وثلاث شهور ما كيصرفش على ولاده 2016 ودوزت معاه تقريبا ربع سنين على مشاكل ما كيصرفش ربع سنين نقول تقريبا ولكن انا اكثر هي مشاكل معاه ما عايشاش معاه مزيان واخا لا دابا دفعت الطلاق كنت ما عنديش كنمشي ما كنساعدونيش الجمعيات دفعت الجمعيات وما ساعدونيش ومشيت للمحكمة دابا عاد دفعت تعاوني واحد السيد باش دفعت الطلاق عمرو ما قال عليه عمرو ما صرف عليه دابا العواشر هو عمرو قال عليهم الله مقاتلة الناس كلهم تيعرفوني كلهم الناس تيعرفوني مقاتلة معاهم حليبهم ليكوش مقاتلة كنجي لدار مي ما كنوقف حالشي من الفيق دابا وانا نجري على مصاريف وما قاداش ما دابا كنتش خدامة دابا بركت كنت شادة الدروج دابا باركة ما خداماش غادي تقاول دابا في النهار السميدة الحليب راه عندي جوج ليطرة تقريبا ديال الحليب وليكوش الحليب وليكوش راه جوج ليطرة مصاريفهم كثيرة والله طلبت حتى دار مي ما قلت لي شدوهم ليا ما بغاش شدوهم ليا قالت لي بيبي بغاش ما كيعقلش عليهم عمرو حن عليهم عمرو صرف عليهم عمرو عطا الناس كلهم تيعرفوني واش راجلك راه ماشي وحده اخرى يمكن بنت عمو كانت باركه معاه في الدار كانت باركه معاه وعيطوا لي الجيران قالوا لي معاه وجيت للجندار ما بغاوش يخرجوا لي بنت عمو كانت باغا تجوزها امو عندها مع بنت عمو باغي بغيت تكلم معاه حيت كتعرفهم في الكاريان وعائلتهم لاباس عليهم شويه غالي بس عليهم ما تنعرفهمش انا مزيان كيف الحاله العائليه ديالك كيفاش دايره انا حاتم ميت لي والديا ميت لي امي وميت لي با يتيمه يتيمه من الاب والام عمرك سافرنا مع اختي دابا مع اختي قبل الزواج لا قبل ما نتزوج جيت عندها هي فاش لاقيت معاها ودابا باعت من حدا من الدار ديال راجل وانا باركه معاها وعلاش ما ديتيش ديتيش شي مركز كيبقاو فيه الصباح النهار كامل
ما كاينش مربيات تيطالبوا لي 24000 ريال السيمانه. لا مركز ديال الدوله كاين جمعيه ديال الدوله. ما لقيتش دابا حاليا معذبه معاهم والله ما نكذب. كيفاش كدوز في رمضان دابا؟ دابا من فوق نقلب لهم على الحليب وليكم. دابا حتى المعاون عطاو فاستيترو ديال سالم كنجي ها انت فوتوكوبي وغاش يشدوا من عندي. كتوصل بك الدرجه لبعض المرات انا يعني طلب الناس يعطوك فلوس. كنوقف على الحوانت كنمشي الروضه. كن الناس اللي كيفرقوا كنفك عليهم على الحليب. اليوم اللي ما مشيتش جيت على قبل المعاونة بغيت ندفع ليه وكنجي ومبغاش ياخذ من عندي فوتوكوب. عندي العنوان على اسي ولكن عندي دايره على دار اختي هنا والو ما كاينش. خواتك فين هما؟ اختي راه كتعاونك اختي راه عيات راه قالت لي ديري على راسك حتى هي راه براجله ما خدامهاش بها. حتى هي راه حافظه التليفون؟ عندي التليفون. قولي لينا حافظه شي نمره. يلا 06 29 08 28 41. عاودي ثاني 06 29 08 28 41 تيليفون هذا.